إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. سي جمال، الغرض من هذا الاحتفال؟ الغرض من هذا الاحتفال هو أننا نحيي واحد المناسبة يعني اللي عزيزة على القلوب ديالنا كيف ما تنقولوا، يعني هو اللي هو عيد الاستقلال. ملي تنقولوا عيد الاستقلال يعني هذه المناسبة ما خصهاش تدوز هكاك، يعني ضروري خص يكون فيها يعني واحد الاحتفال يليق بها. داكشي علاش قررنا حنا كجمعية الأصدقاء للتربية والثقافة أننا نديروا واحد الكرنفال اللي ما عمرو دار في المنطقة ديال الأرض من عاشر. اليوم تجرأنا عليه والحمد لله خرجنا به التيران، والله وفقنا الحمد لله ودوزناه كيف ما خصو يدوز. مباشرة جينا لدار الشباب كيف ما لاحظتي فوق، يعني دابا الأمسية خدامة، يعني كاين معنا ضيوف الإخوان ديال المجتمع المدني كنشكرهم اللي حضروا معنا، زائد الأمهات والآباء ديال الأطفال والشباب المنخرطين داخل الجمعية، وزائد الأساتذة الأصدقاء كنشكرهم بزاف على الحضور ديالهم. نتمنى كل شيء يدوز مزيان، وكنشكروا كاع الإخوان اللي متبعينا ولا كيشجعونا، شكرا بزاف لكم. سي جمال، شنو هو السر دابا حنا عبر المباشر؟ شنو هو السر الحضور عدد كبير من لي باغون، يعني من اولياء الامور وحاضرين الاطفال؟ شنو السر اللي عندكم داخل الجمعيه ديالكم باش تحضروا هاد الناس؟ اش غنقول لك، الجمعيه ديالنا يعني واحد الجمعيه اللي هي بسيطه جدا، واخا مع العلم انها قديمه في المنطقه ديال ارض بن عاشر. عندنا واحد الصدى طيب هنا مع الساكنه، عندنا واحد علاقه وطيده مع الساكنه، علاقه مزيانه كنعتمدوا فيها على التواصل مع 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 الساكنه، مع الاباء، مع الامهات. حتى في الطريقه ديال الخيرات ديالنا ما كنجيبوش الاطفال وكندخلوهم وكنقول لهم خصكم تسجلوا، لا، كنجيبوا الاطفال، وفي نفس الوقت من مور اللقاء ديال الاطفال كيكون واحد اللقاء مع الاباء، تنتواصلوا معهم، تنحاولوا ما امكن كاع كتجيب هالوكا وكندوروا فيهم، تنقولوا لهم يعني ماشي غير كنسمع ولدي مثلا جا لدار الشباب يعني صافي كاين واحد النشاط كراتوي صافي غير سير، لا، خصني نعرف شنو النوع ديال الانشطه اللي كيدير ولدي في داخل دار الشباب، يعني الكاليتي ديال الانشطه، شنو هما الانشطه اللي كيدير بصفه عامه. واخا، السر الثاني هو الانسجام الكبير اللي لاحظناه حنايا كجريده افاده، انسجام كبير ما بين الاطر التقنيه داخل الجمعيه ديالكم، شنو هو السر؟ السر هو ان الاطر التربويه عندي معاهم واحد العلاقه اللي هي مزيانه، كيف ما تنقول دائما تنقول لهم انا ماشي رئيس ديال الجمعيه، هذه غير واحد الصفه كان خاص ضروري تكون ديال انه يكون رئيس ويكون امين ويكون كذا ويكون كذا. فهنا حنا ما كنشتغلوش بهذه الطريقه هذه ان رئيس انا خصك تخدم السلطه، لا، انا صاحبهم في نفس الوقت صديق ديالهم، تنعيش معهم شي حوايج ابار الجمعيه، كنخرجوا اونصوب، تنتقهوا اونصوب، تنجلسوا، تنديروا مثلا جلسات بيناتنا، كننصحوا الا كان شي ما يتنصح، يعني مجموعه ديال الحويجات اللي كنحاولوا نعتمدوا عليها اللي خارجه على الجمعيه. وهذا هو الانسجام اللي لاحظته، هو ان هاد الشباب تيبغيوني قبل ما يبغيو الجمعيه، انا كشخص كجمال اورمدان. والحمد لله حنا في منطقة العيادة راه معروفين، كنخدموا دائما بالسكات كيف ما تيقولوا، ما كنحتاجوش نديروا ذاك الإشهار وهذا، إن فوا كنلوحوا غير المنشور ديالنا ولا شي حاجة، الناس كيجيو بوحدهم، يعني عارفين بأنه غتكون شي حاجة مزيانة، غتكون شي حاجة كاليتي، 16 عام ديال الخبرة الحمد لله في هذه المنطقة هذه، يعني ماشي سهلة. إذا كآخر السؤال نخلي لك اختيار أنت الكلمة الأخيرة وعبر المباشر، أشنو باغي توجهها ولمن باغي توجهها؟ اش غنقول لك؟ الصراحة يعني ما بغيت نوجه لرسالة حتى شي واحد، غير وكان تنشكروا الإخوان اللي دائما كيدعمونا معنويا أما ماديا، كندعموا راسنا براسنا، يعني ما عمرو دعمنا شي واحد، دائما تندعموا راسنا براسنا، يعني من القادمين ديال الخيراطات مع الوليدات، ولا كاين شي حاجة كتخرج يعني كنصرفها أنا من جيبي، كيف ما تيقولوا هاد الضومين هذا شوكة هبالة، قال ليه ولدك لالا تيقولوا فنان، ولدك لالا تيحب الميدان، ولدي يا سيدي غير حامل رساله، ولدي يا سيدي غير شوكه هباله. دونك هاد المقوله هذه سمعناها، او هاد النقطه هذه سمعناها وباقي تنديروا بها. صعيب باش دير العمل الجمعوي التطوعي الحقيقي. انا كنتحدى، هذا تحدي، كنتحدى اي جمعوي تيقول لي انا كندير العمل الجمعوي. انا غنقول لي جمال اورمدان في منطقه ارض بن عاشر هو العمل الجمعوي الحقيقي التطوعي. تبارك الله عليك، ويسول على راسه. شكرا، الله يحفظك. تبارك الله عليك. إذا مرة أخرى نرحب بجميع متابعينا الكرام كما شاهدنا عبر المباشر، كان تصريح ديال رئيس جمعية الأصدقاء أعطى عدة أمور يعني داخل الجمعية ديالو، ونتمناو إن شاء الله من جميع المسؤولين داخل منطقة العيادة أنهم يدعموا هذه الجمعية الشابة، يدعموا جميع الجمعيات الشبابية التي تشتغل في إطار ترسيخ القيم المواطنة لدى الشباب وكذلك لدى الأطفال الصغار. إفادة، الخبر بالمختصر المفيد.